السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج شارك، حلقة تأتيكم في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، وغيرنا في موعد هذه الحلقة، نأتيكم الآن على الهواء مباشرة من قناة التناصح أو على قناة التناصح الفضائية لنستقبل اتصالاتكم ونسألكم حول أجواء عيد الأضحى المبارك وأيضا الأوضاع التي تمر بها البلاد الآن. كل عام والجميع بألف خير، ونسأل الله أن يتقبل من الجميع. ضيفنا في هذه الحلقة الأستاذ عبد الله الكبير، الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، معي مباشرة من لندن. أرحب بالأستاذ عبد الله. أستاذ عبد الله، السلام عليكم وكل عام وأنتم بخير وربي يتقبل منا ومنكم. وعليكم السلام ورحمة الله، كل العام وأنت بخير أستاذ محمد، وللإخوة في قناة التناصح ولكل المشاهدين ولكل الشعب الليبي بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله علينا وعليكم وعلى كل أهلنا في ليبيا وعلى كل الأمة الإسلامية بالنصر والخير والبركات بإذن الله. أهلا بك أستاذ عبد الله. السادة المشاهدين والمستمعين، يمكنكم التواصل معنا عبر أرقام الهواتف التي تظهر تباعا على الشاشة، وهي كالتالي 021-33-47-401، 021-33-47-402، 021-33-47-403. أيضا على رقمي الفايبر 094-466-56-80، 094-466-56-81. نستقبل اتصالاتكم مشاهدينا ومستمعينا الكرام، و أنتقل لضيفي الأستاذ عبد الله الكبير. أستاذ عبد الله، يعني كيف جاء العيد في ظل الأوضاع الآن في البلاد؟ كيف تابعت أجواء العيد في ليبيا ولو كنت بعيد؟ نعم، بالتأكيد أنا أتابع أجواء عيد الأضحى المبارك. أنا في اعتقادي أن العيد يأتي كما الأعوام السابقة، يأتي في ظروف بارغة الصعوبة، تزداد الصعوبة هذا العام بهذا الانتشار لمرض أو وباء الكورونا، غلاء الأسعار ونقص السيولة، هذه تعودنا عليها حتى في السنوات الماضية، لكن تزداد الصعوبة على أهلنا في ليبيا بهذا الانتشار للمرض وعدم الاستعداد الحقيقي لوزارة الصحة ولمراكز العزل وللمنظومة الصحية بشكل عام لهذه الحالة الوبائية، والأسباب معروفة طبعا، هذا العجز لا نحمل الحكومة الحالية مسؤوليته، وإنما هو متراكم منذ السنوات بل والعقود الماضية، لكن رغم كل هذه الظروف يحافظ الليبيون على هذه الشعيرة، يحافظون على كل مستلزمات عيد الأضحى، يؤكدون على تقديم هذه الأضحية في يوم العيد، وتبادل التهاني وتبادل الفرح، هي لحظات فرح يقتنصها الليبيون من بين كل هذه الظروف الصعبة التي يمرون بها، ونسأل الله العلي القدير أن يكون العيد القادم، أن يحل علينا العيد القادم وأن تكون الظروف أفضل وأن ينحسر هذا الوباء وأن تتحسن أوضاع البلاد إلى الأفضل. نعم، نتمنى ذلك ونسأل الله أن يعني يكون العيد القادم الحال في ليبيا أفضل من هذا بكثير. أنت أشرت إلى أزمات يعاني منها المواطن وممكن نجاها إن شاء الله للحديث عنها، ولكن لو بدأنا بأزمة لها علاقة مباشرة بعيد الأضحى المبارك وأي عيد تشهده البلاد أو أي موسم خاص، الظروف المعيشية الصعبة في ليبيا، انعدام السيولة، كذلك تأخر صرف المرتبات السنوات السابقة، كل هذه الظروف أثرت في استقبال الليبيين وتعاملهم مع أجواء العيد ومع العادات المتوارثة، كيف تابعت ذلك في هذه السنة؟ ويبدو أن هناك تحسن ملحوظ في مسألة توفير السيولة وكذلك المرتبات، يعني على الأقل نزلت مبكرا شوية، يعني على الأقل قبل العيد. هو الحقيقة أن الأخبار الواردة من ليبيا والبيانات الصادرة أو القرارات الصادرة عن الحكومة كلها تؤكد على ضرورة توفير السيولة
قبل عيد الأضحى المبارك ليتسنى للناس التسوق وشراء الأضحية وتوفير كل مستلزمات العيد. كذلك المصارف العاملة بذل موظفوها جهدا مضاعفا من أجل توفير المرتبات ومن أجل أن يستلم كل الذين يتقاضون مرتباتهم من الدولة أن يستلمون مرتباتهم قبل حلول عيد الأضحى المبارك. لا نستطيع أن ننكر جهود الوطنيين والمخلصين في كل مكان من أجل تخفيف الصعاب وتخفيف المعاناة على المواطن الليبي، لكن مع ذلك تبقى الأزمة قائمة. حتى وإن كانت هناك حلول بمناسبة العيد فهي الحقيقة حلول حتى الآن حلول مؤقتة، لا ينبغي أن ينسى المواطن الليبي أن هذه الأزمات أسبابها معروفة، لعل قفل النفط من قبل الجدران والتأييد الذي حظي به في شرق ليبيا والتأييد الذي حظي به من أعضاء في المؤتمر الوطني كان له تأثير بارز وواضح على الاقتصاد الليبي وعلى تدني قدرة الدينار الليبي على مضاهاة العملة الأجنبية. أيضا المشكلة الأخرى وهي انقسام المصرف المركزي وقفل المقاصة وكافة التداعيات التي تسبب بها هذا الانقسام بسبب عملية الكرامة المشؤومة التي أدخلت البلاد في هذا الأتون من الصراع ومن الأزمات المختلفة. كل هذه الأسباب لا ينبغي أن نتجاهلها وأن نغفل عنها، لكن بإذن الله هذه المرحلة سوف تمر وسنتجاوز هذه الإخفاقات وهذه المعاناة حتى وإن طال زمنها، لكن مصيرها إلى زوال ليبيا بلد واعد، ليبيا زاخرة بالإمكانيات. لولا هذا التكالب الدولي والإقليمي علينا مع الخيانات المحلية التي ساعدت الخارج لكي يتدخل في ليبيا ولكي يساهم في صناعة هذه الأزمات المختلفة من أجل السيطرة على البلاد والسيطرة على مقدراتها وتجييرها لخدمة المحاور الإقليمية. كل هذه الظروف نعلمها ونتفهمها، لكننا بإذن الله سنتجاوزها وسنعود أقوى بإذن الله. نعم إن شاء الله أستاذ عبد الله، وإحنا في انتظار الاتصالات السادة المتابعين. معنا اتصال الآن من السيد علي من طرابلس، نرحب بعلي. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا سيد علي، تفضل. كل عام وأنتم بخير. تحية لي، كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منا منكم إن شاء الله. سيد العام إن شاء الله يا رب أجمعين. كيف كانت أجواء العيد يا سيد علي؟ والله صدق وما لا يدري ما غيش طيبة، صدق وما لا، صدق وما لا. نعم يا علي؟ اليوم لا يكون كاذب، غير طيبة، غير طيبة، صدق وما لا يعني، صدق وما لا غير طيبة. ما السبب؟ سبب ناس مش معيدة، يا أخي في 450 كيف يضحي؟ هل هم جابوا من برا صومالي، جابوا روماني، جابوا كذا، جابوا كذا؟ نعم؟ نعم نعم أستمع إليك يا علي. نعم شيء محزن والله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يصلح حالك. يعني السبب هو الظروف، الظروف، الظروف المعيشية الصعبة يعني. كنا فرحنا بها، قلنا الدبيبة باش يجيب لنا، ما فيش، أمور تعبانة، أمور تعبانة. يعني ناخذ الطوالي مليار، مليار ناخذ الطوالي مليار تاع الكهرباء، ما ناخذش حتى نص مليار خرفان للناس باش يعايدوا لي سنة محمدية. أمور تطول، والله لو نتكلم يا أخي معاك الأمور تطول أدري. نعم انقطع الاتصال بعلي، شكرا جزيلا علي من طرابلس. استمعت ربما سيد عبد الله لما قاله علي، قال بأن الأجواء كانت غير طيبة للأسف الشديد بسبب قال أن في ناس مش معيدة، الحكومة لم تلعب دور في هذا، ما تعليقك؟ نعم صحيح، متوقع في ظل غلاء الأسعار، غلاء أسعار الأضحيات، أن لا تتمكن بعض الأسر الليبية ذات الدخل المتدني من توفير أضحية العيد. إذا كانت أسعار الأضاحي هذا العام في المتوسط 1000 دينار 900 دينار في هذا في المتوسط يعني، وقد تزيد عن ذلك حتى تصل إلى قرابة 2000 دينار.
فصاحب المرتب كما أشار المتصل السيد علي قبل قليل، صاحب المرتب الذي يتقاضى 500 دينار أو 600 دينار أو 450 دينارا، كيف يتسنى له توفير أضحية إذا كان السعر الأدنى هو 700 أو 800 دينار؟ وهل في العيد سيحتاج إلى أضحية فقط؟ هناك مستلزمات أخرى، هناك ظروف أخرى، بما أن هذا المرتب يفترض أنه سيعيش به عاما كاملا. نعم. ويوجه اللوم للحكومة. الحقيقة نعم صحيح، نحن نوجه اللوم للحكومة، ولكن أعتقد أن الحكومة لديها أولويات هي التي سندعوها إلى الاهتمام بها أكثر من موضوع الأضاحي، أي أن أزمة الكهرباء، أن تحل أزمة الكهرباء وأن لا يعاني الناس من انقطاع الكهرباء، أن توفر الحكومة لقاح كورونا، أن تهتم بمراكز العزل، هذه كلها أولويات تسبق الاهتمام بتوفير الأضاحي. لكن مع ذلك كنا نأمل أو كنا نتمنى لو أن الحكومة اهتمت بهذه الشريحة من المواطنين. واضح. سأعود إليك سيد عبد الله، لكن يعني في معلومة بس ممكن نرجع لك تعلق عليها، وأن الحكومة وزعت كميات كبيرة من الأضاحي على البلديات اللي المفروض يكونوا وزعوها على المستحقين بطريقة أو بأخرى. سأعود إليك سيد عبد الله الكبير. ناخذ عبد الله من العربان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل عام وأنتم بخير يا عبد الله، أهلا وسهلا، تفضل. كل عام والأمة الإسلامية بخير وهناء واستقرار إن شاء الله يا رب. كيف كان العيد يا سيد عبد الله؟ نعم أستمع إليك، تفضل. والله ما دام الإنسان في طاعة فهو في عيد. إن إلى الحكومة العاجلة، إذا تبي الحكومة تأييد الشعب عليها أن تصرف علاوة سكن للشباب من 25 سنة إلى 35 بقيمة 2000 دينار للحصول على سكن، لأن السكن تو بال 400,000 200,000، فالشعب لا يستطيع الحصول على سكن. نعم. ولهذا لازم تصرف له السكن لكل الشباب من 25 سنة إلى 35، حتى الحكومة بس تفيد الشعب، لأن الشباب ما عندهم مش كيف يستقروا وكيف يفتحوا بيوت وكيف، لكن الشابين عندهم فيلات ومزارعوا، لكن الشباب اللي هو قادم على، وهذه نفس في الحكومه كانت تاخذ. نعم، ملفات كبيره تستنى الحكومه وتنتظر عمل من الحكومه، لكن ماذا عن الاوضاع خلال ايام عيد الاضحى المبارك، خاصه مع ارتفاع حصيله الاصابات بجائحه كورونا، ايضا الازمات المعتاده اللي تعود عليها المواطن الليبي، ازمه الكهرباء والسيوله وغيرها؟ والله الامور هذه اسمها امور حتى بشوي بشوي حتنحل تدريجيا باذن الله بالمخلصين في كل المؤسسات. اذا المخلصين والامناء مسكوا المؤسسات حتستقر المؤسسات وتنجح وتتقدم. اذا مساكن الفاسدين حيدمرها ويهربوا بالمليارات برا خارج الوطن وخلاص، هذه من الاخير. شكرا شكرا عبد الله من العربان، وكل عام وانتم بخير. عبد الفتاح من طرابلس، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. حييك استاذ محمد، كل سنه طيب. اهلا وسهلا سيد عبد الفتاح، وكل عام وانتم بخير. بارك الله فيكم وبارك الله في على جهودكم، وانت بالذات استاذ محمد بارك الله فيك. كل عام وانت بخير. هو يعني الانسان يقول كل عام بخير، لكن تحصله الحسره ان بلادنا على مفترق طرق صراحه، ويكفينا يعني خذلان ان بلادنا تمر 50 سنه من غير دستور صراحه، وهذا الدوله الوحيده اظن في العالم التي ليس لها دستور. فالمؤامرات كبيرة من الداخل ومن الخارج. من الخارج وهناك من يعمل من الداخل لمصالح شخصية صراحة، لا يهمهم الوطن ولا تهمهم الديمقراطية ولا يهمهم الدستور ولا يهمهم كذا. لا أريد أن أدخل في التفاصيل، أنا أريد أن أوضح، لكننا يا أستاذ محمد والله العظيم لا نعيش العيد بحلاوته، لأن صراحة الإنسان الذي يعي ماذا تعني الشعوب الحرة يكاد ينحصر يعني، ولا يعني صراحة شيء يدمي القلب. مع ذلك نتمنى لبلدنا الخير، ونتمنى لشعبنا ألا يعيش في العزل. أين الناس يخرجون؟ لا يخرجون لمظاهرات لتغيير الوضع، ليبينوا للناس، ليبينوا للعالم أننا نريد دستور، نريد دولة، نريد كذا، لكن الناس لا تبالي. وهذا يجب على إذاعة التناصح، لأن عندنا إذاعة التناصح، معليش دقيقة أستاذ محمد لو سمحت، إذاعة التناصح
لو عندنا اذاعه ونصير مثل اذاعه تنصح ببث يعني الوطنيه وتعليم الشعوب كيفيه الحريه وكذا لكنا احسن من ذلك، لكن نتمنى ونامل من الله ان تكون بلادنا افضل. وبارك الله فيكم وفي الاسرة طيبين. شكرا جزيلا استاذ محمد. شكرا شكرا. بارك الله فيك. شكرا يا عبد الفتاح من طرابلس. عبد الحكيم من طرابلس، السلام عليكم وكل عام وانتم بخير. السلام عليكم. عبد الحكيم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا يا عبد الحكيم، كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنت طيب. كل محمد ينادى عليك بالصحة أنت والأسرة وكل اللي في قناة التناصح، والدكتور عبد الله الكبير ينادى عليه بالصحة والسلامة ويتقبل الله منا ومنكم، وربي إن شاء الله يرحمه حتى هو والناس المخلصة. بنعيده بالله حتى هو على فضيلة الدكتور الشيخ الفاضل المفتي الشيخ الصادق ربي يطول في عمره ومشايخ ليبيا، ونعيده على أطفال شهداء ثورة 17 فبراير والبركان والبنيان، إن شاء الله ربي يعودهم خير وربي يصبرهم ويعطيهم ما يتمنوا وربي يشفي كل مريض، والجرحى نتاع 17 فبراير والبركان والبنيان بإذن الله تعالى، والناس المخلصة لدينها ووطنها وعرضها، وان شاء الله ربي يحفظ الاسلام والمسلمين ويطول الله عمر الناس المخلصه دائما لبلدانها. اخي محمد انا نقول لك انا العيد طيب باذن الله تعالى، ولكن الانسان دائما نادم. انا اول حاجه بنقول لك عليها بنسكر بس يا اخوي محمد، بدون دستور ما تصيرش انتخابات، بنولوا نفس الكره والله. بدون دستور اذا كانت تبدي الدول الثانيه تحترمك وتقول السياده وكذا ضروري بدستور. دستور هذا فيه نقاط ومن الخارج ولا من الداخل، الحاكم المحكوم، الرئيس والمرؤوس، كلها عندها حقوق وواجبات. بدون دستور لن تصير اي انتخابات ولن تصير اي اموال. انت شوف تو الميزانيه ما يقولش اعطال الزبيبه واضح انها هي تتعيد وانها الناس المرضى وانها هي بيدبها حتى البنيه التحتيه بتاع جنوب طرابلس مدمره. سبحان الله، الله يدمر ان شاء الله المجرم حفر ومن يتبع. هادم اللي يظلموا الليبيين يا راجل يقعدوا نفس الكره. واضح يا عبد الحكيم. نعم ربي يحفظكم الله يطول في عمركم. نعم. والله يحفظ الله. والسلام عليكم. بارك الله فيك، بارك الله فيك، كل عام وانت بخير يا عبد الحكيم من طرابلس. ناخذ علي من مصراته ونرجع للاستاذ عبد الله. السلام عليكم يا علي، كل عام وانت بخير. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله يا علي، اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. مساء الخير قناة التناصح. ألو السلام عليكم. أهلا وسهلا بك يا سيد علي. نعم أستمع إليك سيد علي، أنت على الهواء تفضل. أنا والله أول حاجة نبي تحية خاصة جدا جدا للأستاذ عبد الله، أنا طبيب الأسنان علي الأحول ونصراتي. الرجل إحنا متابعين ليه ومعجبين به وسبق أن عرفنا حتى شخصيا يعني. هذه باش ما ننساهاش باش الخط ما ينقطعش. الله فيك. أنا نبي الأستاذ عبد الله يركزنا على كلمة واحدة بس اسمها عدالة اجتماعية. يعني كنا يوم من الأيام نقرأ في ثانوية مصطفى لطفي المنفلوطي يصل قريبا يقول الحرية هي الحياة، ولولاها لكانت حياة الإنسان أشبه بحياة اللعب المتحركة في أيدي الأطفال بحركة صناعية. إن الإنسان الذي يمد يده بطلب الحرية ليس بشائع ولا مستجد، وإنما هو يطلب حقا من حقوق التي منحته إياها المطامع البشرية. يعني بالعربي وكأنه يتصدقوا علينا يعني. انا نقول لك الان 70% من الشعب الليبي في خط الفقر. بصراحه موضوع الدولار وسعر الدولار وقصه كل مره جايه ازمه خروف، ازمه بنزينه، ازمه كهرباء. اين يعني بصراحه لازم نوصل لنقطه معينه. وراه من يحارب في 17 فبراير هم 17 فبراير. هذه مشكله قائمه كبيره. مسؤولين الان غير مسؤولين. لا يتحكمون في الاسعار. ولا يسيطرون على السوق ولا يتحكمون في سعر الدولار، وفيه من يدعو الى البنزين يكون بجنيه و60 قرش وزوز دينار. يعني بالعربي لما ادس من الناس راهي مشكله كبيره قائمه. انا نبي نسال عبد الله يركزنا على العداله الاجتماعيه. مش كل ما تجيبوا ناس يقولوا ايش رايكم في العيد؟ ايش رايكم في رمضان؟ ايش رايكم في الشتاء؟ ايش رايكم في ازمه الصيف؟ ايش رايكم في ازمه الكهرباء؟ الحمد لله اللي الاستاذ عبد الحميد الدبيبر تربط لي صحبه وصداقه. اتمنى انه يستمر في نفس الفكره نتاعه، وان مش غش الكهرباء تحطه في الحبس ما جابوش ضيع. هذه ببساطه شديده يقول اللي بيكرهوكم. هذه هي الحقيقه. احنا نبو حاجه واحده بس، مش نبو 17 فبراير تنجح
العدالة الاجتماعية، حتخلي الناس كلهم يجوا 17 فبراير وتنتهي المشكلة كلها. تحياتي أستاذ عبد الله وأستاذ محمد خلاب، بصراحة أنتم رائعين في هالقناة يعني. شكرا. بارك الله فيك، حياكم الله سيد علي، شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. أستاذ عبد الله الكبير، إذا كان عندك تعليق على المتصلين، وآخر متصل السيد علي قال لو يتكلم لنا السيد عبد الله ويخصص وقت بخصوص العدالة الاجتماعية. نعم الدكتور علي، وأنا أبادله التحية والمعايدة في هذا المساء. العدالة الاجتماعية، فاعتقادي أن بالفعل يعني هو موضوع بالغ الأهمية، العدالة الاجتماعية. والمقصود بالعدالة الاجتماعية ليس المقصود المساواة، هناك من يخلط بين العدالة الاجتماعية والمساواة الاجتماعية. المساواة الاجتماعية أن نساوي بين كل الناس، هذا أعتقد أنه مستعين، لأن هناك فروقات وهناك مجتهدون وهناك طموحات وهناك كسالى، وبالتالي لا يمكن أن تساوي بينهم. لكن تحقيق العدالة الاجتماعية ممكن، وكيف تتحقق العدالة الاجتماعية؟ الحكومة هنا تلعب دور بتوفير الحد الأدنى من المعيشة التي توفر الكرامة الإنسانية لكل العائلات، أي بمعنى لا يكون هناك ليبي أو أسرة ليبية لا تجد سكن، ليست هناك أسرة ليبية تجوع ولا تجد الطعام، ليست هناك أسرة ليبية لا تجد لأطفالها التعليم، ليست هناك أسرة ليبية لا تجد الصحة، الكل يجدون هذه الخدمة متوفرة ولو في حدها الأدنى. حتى في هذه الحالة، حتى مع وجود عائلات غنية بوسعها أن تجد تعليم خاص لأبنائها، تجد علاج خاص لأبنائها، تسكن قصور أو فيلات فارهة، هذا لن يؤثر ولن يسبب اضطرابا اجتماعيا، لأن كل الناس متوفرة لها هذه الخدمات حتى وإن كانت في مستوى أقل. ولكن في اعتقادي أن الوصول إلى العدالة الاجتماعية، هناك في ظروفنا الحالية هناك عدة خطوات لابد أن نحققها. أولا لابد من استقرار سياسي، لابد من إنهاء هذا الصراع، لابد أن يتوفر لنا دستور، لابد أن نستقر على الهيكل الإداري للدولة، هل تكون أقاليم، هل تكون محافظات، هل تكون بلديات، هل يكون نظام فيدرالي. الاستقرار السياسي والإداري عامل مهم جدا. بعد ذلك تصليح أو إصلاح الاقتصاد، هذه الثغرات في الاقتصاد الليبي، هذا الاقتصاد الريعي الذي يعتمد على النفط، والنفط سينتهي خلال عقود قليلة، النفط سيصبح مثل الفحم الحجري، طاقة قديمة لن تجد لها مستهلك، الطاقات المتجددة هي التي يهتم بها العالم الآن وهي التي تحل محل الطاقة الأحفورية الغاز والنفط. لكن كما أشار الدكتور علي، السيد عبد الحميد دبيبة رئيس الحكومة فطن لهذه النقطة وأنت ذكرتني بها سيد محمد. نعم صحيح، هو أعطى للبلديات مخصصات مالية، أموال هائلة، وأعتقد أنه قال لهم لن نتابعكم في صرفها ولكن اصرفوا بها على أهاليكم في بلدياتكم. وأعتقد أن من بين المهام التي ينبغي أن تنشغل بها البلديات أو المجالس البلدية هي على أقل تقدير مساعدة الأسر الضعيفة، الأسر محدودة الدخل في الحصول على أضحية للعيد، نظرا لما تمثله الأضحية من قيمة ومن رمزية ومن فرح للأطفال وللعائلات. لكن في كل الأحوال الحكومة حتى وإن كنا نوجه لها النقد ونوجه لها اللوم، نتعامل بواقعية وننظر إلى الظروف التي تعانيها والتحديات التي تعانيها الحكومة، ومن ثم لابد أن نتذكر أن الحكومة لا تحمل عصا سحرية حتى تحل لنا كل المشاكل. يكفي أن السيد رئيس الحكومة تعهد أكثر من مرة بأنه لن يسمح بأن تكون هناك حرب أخرى، إذن هو يريد أن يحقن الدماء، يريد أن يحقق السلام بين الليبيين، وهذه نعتقد أنها تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى مثابرة، خاصة وأن هناك طرف متحفز لا يمضي أسبوع إلا وهو يهدد الليبيين بالقتل وبالخراب وبالدمار، ويسانده للأسف يسانده في ذلك قطاع لا يستهان به من الليبيين، هؤلاء إما مستفيدون وإما مغفلون جهلة متخلفون، لا يعنيهم سفك دماء الليبيين، لا يعنيهم هذا الخراب، ولا يهمهم أن تتدخل الدول الخارجية وأن يأتي المرتزقة لقتل أبناء شعبهم. لا أعرف هل هي غفلة، هل هي مصلحة، هل هو خوف،
لكن في كل الأحوال الحكومة تتصدى لهذا التوجه من دعاة الخراب ودعاة إشعال الحرائق في ليبيا من جديد. هناك متصل من طرابلس، طبعا الواضح في كل الاتصالات يطغى عليها جو الحزن وجو القلق وجو عدم الارتياح، ليست أجواء عيد في الحقيقة. ونحن نتفهم هذه الظروف التي يعاني منها شعبنا الآن، يعاني منها أهلنا في كل المدن الليبية، لكن لابد أن نتمسك بالأمل، لا ينبغي أن نفقد الأمل، لا ينبغي أن نيأس، لا ينبغي أن نيأس من روح الله، وسيغير الله حالنا إلى الأفضل، لكن لابد أن نصبر، لابد أن نتفهم الظروف التي تعانيها ليبيا الآن للأسف بسبب تواطؤ بعض من أبنائها مع هذه الدول التي تكالبت علينا. ملف ثاني ايضا يعني لا يقل اهميه عن ما اشرت اليه سيد عبد الله، في ظل هذه الاجواء اجواء العيد هناك ارتفاع في حصيله الاصابات بفيروس كورونا، بعض اقسام العزل في بعض المدن امتلأت تماما، وحتى المسؤولين في هذه المدن حذروا من كارثه محققه اذا لم يتم التدخل بشكل عاجل. سأعود اليك استاذ عبد الله، معي ام بشائر من طرابلس. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، كل العام وحضرتك بخير، والأستاذ الفاضل عبد الله الكبير الغني عن التعريف، أستاذنا الفاضل عبد الله الكبير تحية لكم، وكل العام وأنتم بخير. كل عام وأنتم بخير، بارك الله فيك. كل سنة وأنتم طيبين، أنتم هالإذاعة القناة الموقرة. في نفس الوقت بنترحم على الشهداء اللي جابوا لنا. بارك الله فيك، كيف كانت أجواء العيد يا أم بشائر؟ ألو؟ ألو؟ نعم يا أم بشائر أستمع إليك، كيف كانت أجواء العيد؟ قبل كل شيء نترحم على الشهداء اللي جابوه لنا هالحرية ونتكلموا بطلاقة من سنين، من 10 سنوات ونتكلم بكل حرية. ربي يحفظ القناة، هالقناة المباركة اللي تتكلم بلسان الحق. بارك الله فيك. وينصر الله الحق. والمرضى اللي خسروا أطرافهم حتى هم ربي يعوضهم خير، وإن شاء الله ربي يشفيهم، وإن شاء الله يلقوا أطرافهم في الجنة، اللي ضحوا من أجل الحق الله ينصر الحق يا ربي، ومتفائلين خير زي ما قال الأستاذ عبد الله. لا أنا متفائلين خير بإذن الله بيجينا بإذن الله، رغم حجم المرارة كبير. وكل سنة والجميع بخير وربي يهدينا ويصلح حالنا. طبعا لما يتصل شخص بأي قناة نتمنى نفرح بالناس اللي يتكلموا بتلقائية ويتكلموا على الواقع، مش كأنك في كوكب تاني ما تحكيش على الواقع. لماذا؟ ليش ما تكلموش بصدق؟ يعني بصراحة بكل حرية نقولها وبكل عزة نفس نقولها، راهو في ناس تعاني، وحتى اللي يعاني يطلع لي يتكلم بعكس الموجود، من البنزينة، من الكهرباء، من لا ضحي الناس ما ضحتش، راهو من السيولة، الناس راهي في البحر، واليوم العيد هذه امتى صارت؟ معبيين البحر في اليوم واليوم العيد، وصلتني والله يلا وين يفحش، قالوا معبيين البحر طالعين، علاش هاربين من الواقع المرة؟ هو ناس لا ضي لا كهرباء لا أضحية لا مرتبات، وحتى اللي أعطوه وحصل فلوسه في آخر لحظة ويقولوا ما ندروش، والله حتى لما أعطوه فلوس الناس يقولوا والله ما ندرو. والغلاء المنتشر، غلاء الأضاحي، غلاء كل شيء نار، يعني وين المسؤولين من هذا كله، من معاناة المواطن؟ ومرتبه ما يقدرش يشري بيه حتى اضحيه. ولا احنا اللي تطلعوا تتكلموا، والله نتمناكم ما تطلعوا تتكلموا، يتكلموا بمصداقيه وكونوا ضد كل من هو اظلم في حق البلاد. الله ينصر الحق ومتفائله خير، والله نعرف ان حجم المراره كبار وكبير. بارك الله فيك. مؤامرات خارجيه وداخليه، خارجيه بيدين ليبيا، اتقوا الله فينا وفي هالبلاد المسكينه. ونبي وربي يرفع علينا. بارك الله فيك، شكرا يا ام بشائر. وهذا الداء وان شاء الله بالانتصارات، وان شاء الله الله يكون معانا يا ربي، وحينتصر الحق. بارك الله فيك. يمهل ولا يهمل، حينتصر الحق باذن الله في بلادي. شكرا يا ام بشائر، شكرا لك، كل عام وانت بخير. شكرا لك يا ام بشائر. خليفه من الزنتان، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كل عام وانت بخير يا سيد خليفه، اهلا وسهلا. السلام عليكم خويا محمد. الله اكبر الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. جزاكم الله كل خير وكل سنه وانتم طيبين. الله اكبر. والاستاذ عبد الله الكبير جزاه الله خير. اهلا وسهلا، كل عام وانتم بخير. كل سنه وانتم طيب، والطهاره والنظافه واضح من كلامه ونتابعه فيه. وتحيه لجميع قناه الله التناصح.
القناة اللي يعني 10 سنوات نتابعوا فيها من يوم فتحت هي اللي زرعت فينا حب الخير، حب الناس، حب الله سبحانه وتعالى قبل كل شيء يخوتي المؤمنين. هذه ثورة نابت ثورة التكبير، نوبة ثورة الحب، ثورة العدل، ثورة الإخاء، ثورة الجار يحب جارة، ثورة كنا نتطلعوا بها يا أخوي محمد من حيث نابت في تونس ونابت في مصر ونابت ليبيا. والله تخيلت يا محمد اللي ماشيين بنحرروا بيت المقدس وفلسطين من حيث محمد مرسي فتح الرئيس الشهيد محمد مرسي فتح الحدود وكذا. والله تمنيت نهضة عربية إسلامية كبرى كيف آن لينا نغير هالعالم اللي تو متحكمين فيه الأمريكا والروس وغيره وغيره. الأمة الإسلامية اللي كانت المجد والعزة أيام كانت تمسكت بالقرآن الكريم والسنة وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. تركت فيكم من تمسكتم به لن تضلوا عن الطريق بين كتاب الله وسنة رسوله. والله يا محمد والكلام لكل ليبي ولكل مسلم عربي يسمع فيه عادي هذه تبي تغيير بثورة عربية نظيفة عندهم النووي يا أخوي محمد. والله يديروا دعوة صريحة بننشو مفاعل نووي لتدمير إسرائيل ويشجلوا علي العالم الكل يسمع فيه توا آمس وولامس نشوف في العيد خوتي الفلسطينيات يجفوا فيهم اليهود وكذا وكذا. المفروض العالم العربي كله توا مظاهرات ما فيش عيد فيه ضروري إزالة الاحتلال ما فيش متاع 67 القدس الشرقية لا. فلسطين أنا قعدت يا أخوي محمد فلسطين موقدة بالقوة لا يسترد لا بالقوة. واللي بيقول عندي نظرة ثانية ما عنديش لأن هذول يهود هذول يهود ما معهمش إلا القوة يخوفوا في مصر داروا مع المعاهدة الجيش المصري يدعم فيه أمريكا تو تدعم فيه وربطوا الجيش الأردني وغيره وخلونا نعم خليفة هذا أخوي محمد نعم خليفة نعم خليفة أنا أشكرك جزيل الشكر بس الوقت ضيق خليفة من الزنتان شكرا لك وكل عام وأنتم بخير. ناخذ فهمي من براك الشاطي السلام عليكم. السلام عليكم يا فهمي. عليكم السلام أخي محمد كل عام وأنتم بخير كل سنة طيبين إن شاء الله. إن شاء الله بارك الله فيك ربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله. نشكر العاملين التصوير التناصح ونشكر قناة التناصح بخش المواكب بالحق بارك الله فيكم هذه ما تدير قناة التناصح. بالنسبة للموضوع أنا ما أعرف بارك الله فيك ما يقول يعني شنو المشاركة نتكلم على أجواء العيد في البلاد كيف كانت الأجواء وأيضا الأوضاع الحالية الوضع الصحي انتشار وباء كورونا والأزمات اللي يعاني منها الناس. والله هي الأزمات كيف كانت أجواء العيد يا فهمي في براك الشاطئ؟ وإحنا في قرطة الشاطئ يا أخوي محمد. قرطة الشاطئ. قطة الشاطي ما يسمعوش بها هذه القناة المنطقة هذه قطة الشاطي نعم أهلا بك يا فهمي كيف كانت أجواء العيد عندكم؟ والله شو بنقول لك يا أخي محمد الأجواء تمام الأجواء حلوة الأجواء يعني ما نقول لك حاجة يعني عالية لكن ضروري يعني من الحكومة أنها تنظر للشعب شوية يا أخي محمد ضروري من الحكومة تنظر للشعب شوي ونوصل رسالة للشعب الليبي كلهم إنهم ياسر من الاستعباد للأشخاص ياسر من تعبتونا بالكلام هذا خلونا نشهر الحكومات الجديدة وخلونا نديروا انتخابات وننطلقوا إلى بلاد جديدة يا أخوي محمد خلونا ننطلقوا من فكونا من الفروقات وفكونا من الفتنة والكلام الفارغ فكونا من التشبهات بارك الله فيك على كلامك الطيب يا أخوي فهمي شكرا لك ولك كل التحية لأهلنا في الجنوب ولحضرتك شكرا يا فهمي كل عام وأنتم بخير. ناخذ عبد المنعم من السويد ونرجع للأستاذ عبد الله السلام عليكم يا عبد المنعم. وعليكم السلام أخي محمد كل عام وأنتم بخير. عبد المنعم عبر الفايبر طبعا كل سنة وأنتم طيبين إن شاء الله. أهلا وسهلا يا عبد المنعم كل عام وأنتم بخير. بارك الله فيك وكيف حال الأستاذ عبد الله ما شاء الله متابع من لندن باستمرار نتابعه في المواضيع هذه في قناة التناصح الله يحفظكم كلكم إن شاء الله. بارك الله فيك كيف كانت العيد في الغربة يا عبد المنعم؟ والله ما فيه عيد
بعد صلاة العيد يعني المواضيع رجعت زي ما كانت، ما فيه لا أجواء عيد ولا فيها أي شيء. احنا نتمنى ان هالبلاد تتهنى وترجع الامور زي ما كانت، الواحد يرجع من هالغربه ويستريح. فيه نقطه نبي نعلق عليها يا اخي محمد بارك الله فيك. نعم تفضل يا عبد المنعم. لقاء هالحيوانات المتحجره اكرمكم الله اللي صارت في بنغازي ولا في طبرق مش عارف وين بالضبط، مريض على ميت متكي هي زي ما يقولوا، حكومة الوفاق والمجلس الرئاسي هل يشوفوا مش مستوعبين الموضوع أو عدم المبالاة أو سلبية الشعب كلها صارت بالطريقة هذه؟ يعني وين رايحين؟ ماشي يقابل فيه ويتشرط الميزانية، احنا ما نعطوهاش اللي يطلب، مش كل حد يطلب ياخذ، هذا جايبها من رزق أبوها، وكيف صاير في البلاد بالطريقة هذه؟ أنا نجلس مع أصدقاء يعني من عدة جنسيات، والله متعاطفين مع الشعب الليبي بصدق، قالوا الحيوانات المنقرضة هذه متى تبي تنتهي؟ يعني المجلس الرئاسي حكومة الأستاذ دبيبة مفروض يديروا لهم حد هالقصص هذه، هاللي البلاد تعبت وهم طيب قاعدين يسولوا، وهذا صالح اللي منتهيته صلاحيته، يعني معقولة ما زال لعند الآن هو اللي قرر؟ شكرا شكرا يا عبد المنعم، كل عام وأنتم بخير بارك الله فيك، أتمنى تكون رسالتك وصلت مع تحفظي طبعا على بعض الكلمات اللي هي تمثل من يقولها طبعا ولا تمثل بالضرورة وجهة نظر القناة أو البرنامج. نعم أستاذ عبد الله إذا كان عندك تعليق على الاتصالات. الحقيقة أستاذ محمد أن مجمل الاتصالات تشوبها مسحة من الحزن. نعم. بسبب سوء الأوضاع المعيشية التي يعيشها قطاعات لا يستهان بها من الشعب الليبي، غلاء الأسعار، نقص السيولة، عائلات كثيرة لم تتمكن من توفير أضحية لعيد الأضحى، أزمة الكهرباء المستمرة، ويزيد عليها الآن وباء كورونا. واضح جدا أن هناك معاناة حقيقية زادت هذا العام، ولكن كما قلت إذا كنا نلوم الحكومة وننتقدها في جوانب نرى أنها قد قصرت فيها، لكن في نفس الوقت لابد أن ننظر بإنصاف أن الميزانية منعت عنها، حالة الانقسام ما زالت مستمرة، كل الظروف تقريبا غير مساعدة لعمل الحكومة التي تحاول وتجتهد، ولا نملك إلا أن نتمنى لها التوفيق، ونريد أن ننبهها من جديد إلى أنها لابد أن تهتم أكثر بما يعانيه الشعب الليبي، وأن تبذل قصارى جهدها من أجل حل أزمة الكهرباء، حل أزمة السيولة، تخفيف هذه المعاناة التي يعانيها. نعم بخصوص أزمة كورونا أستاذ عبد الله، يعني في حقيقة الأمر أن اللوم لا يوجه على السلطات فقط أو على الحكومة والمسؤولين فقط، لأن اللي قاعدين نشوفه فيه يا أستاذ عبد الله في الشارع وخاصة في مثل هذه المواسم، للأسف هناك لا مبالاة وعدم اكتراث من الناس، غير مهتمين أصلا بما يجري، غير مهتمين بالوضع الصحي المقلق بصراحة في ليبيا، في ظل منظومة صحية يعني تقاوم حتى لا تنهار للأسف الشديد. هناك تسيب وإهمال من الناس، الأرقام كبيرة جدا أستاذ عبد الله، يعني الأرقام وصلت إلى أرقام قياسية خلال هذه الأيام، بعض مراكز العزل في بعض المدن الكبرى ممتلئة تماما، ما عادش عندهم وين يستقبلوا الناس. نعم دعني فقط أعلق على ما تفضل به السيد عبد المنعم من السويد ثم نتحدث عن كورونا. أولا نحن لا نقبل أن يوصف أهلنا أو يوصف الإنسان بأنه حيوان، هذه الحقيقة لا نقبلها. وإذا كان السيد عبد المنعم يقصد بالحيوانات يقصد الطغاة الذين انقرضوا من هذا العالم وما زالوا فقط في بعض المناطق في المنطقة العربية، فنعم صحيح هذه الديناصورات لم يبقى لها الكثير وسنرسلها إلى المتحف، وأقصد بالديناصورات هنا تلك الحيوانات الضخمة المنقرضة ويمثلها هنا بشكل رمزي مجازي الطغاة والديكتاتوريين الذين عبروا المنطقة العربية، سواء الذين يحكمون الآن بعد أن انقلبوا على السلطات الشرعية أو الذين يطمحون
في خلافة الطغاة الذين سقطوا. نعم هؤلاء هم بين هو ذكر عقيلة صالح وحفتر أستاذ عبد الله. نعم أي شخص يريد أن يستعبد الناس، أي شخص يريد أن يعلو في الأرض، أن يكون جبارا في الأرض، هو ديناصور مآله إلى الانقراض، لم يبقى منهم الكثير. لكن في كل الأحوال لا نقبل بأن يوصف الناس المغلوبون على أمرهم أو الذين أو المغفلون أو الذين يعتقدون أن هذا هو الصحيح وهذا هو السليم. هؤلاء لا، حتى وإن اختلفنا معهم فإننا لا نقبل بأن نصفهم بالحيوانات، وإنما ندعو الله بأن يهديهم وينير عقولهم. بالنسبة لأزمة كورونا ولنفصل فيها قليلا أستاذ محمد، منذ أن ضرب هذا الوباء العالم في مارس الماضي رأينا دول مستقرة ومتقدمة اقتصاديا وسياسيا وعلميا وصحيا، ومع هذا عانت الكثير وكادت أنظمتها الصحية أن تنهار. دول مثل بريطانيا، مثل إيطاليا، دول مثل أمريكا عانت كثيرا رغم الفارق الشاسع بين الإمكانيات التي تملكها دول وبين الدولة الليبية الضعيفة الآن والمنقسمة والتي تعاني من أزمات عديدة. الحقيقة أن الحكومة الماضية كان هناك الكثير من الكلام على السيد محمد هيثم وكيل وزارة الصحة والمخصصات الضخمة التي خصصها المجلس الرئاسي برئاسة السيد فايز السراج من ميزانية الطوارئ، ولكن لم يكن هناك استعداد حقيقي لهذه الأزمة، وهناك كلام وهناك تهم وجهت للسيد هيثم الذي فر إلى أين فر لا ندري، ولا أتذكر إن كانت هناك مطالبة من القضاء أو من النيابة العامة له للتحقيق معه أم لا. لكن في كل الأحوال الفساد السائد في ليبيا الآن وحالة النهب المنظم التي تتعرض لها الدولة الليبية كان لها تأثيرها الواضح على ما تعانيه المنظومة الصحية في ليبيا الآن، ولكن مع ذلك مراكز العزل والأطباء وأطقم التمريض في كل ليبيا الآن تعمل، رغم أنهم كغيرهم من الشعب الليبي الكثير منهم لم يتقاضى مرتباته، الكثير منهم لم يتقاضى علاوة الخطر وهو يتعامل مع هذا الوباء، ولذلك نحن نحييهم ونشد على أيديهم ونحن نعتبرهم الآن جنود في جهاد ضد هذا المرض، نسأل الله أن يتقبل منهم. أعود إلى نقطة عدم اكتراث الناس. نعم الحقيقة أن الناس غير مبالين بهذا المرض، ربما الآن سيهتمون وسيكترثون وسيقتنعون بأن المرض حقيقي وأن الخطورة في هذا المرض حقيقية بالنظر إلى هذه الأرقام المتزايدة في الإصابات وفي مراكز العزل وحتى في الوفيات للأسف. يتحمل المواطن جزء من المسؤولية. هذه الفترة لا ينبغي أن تكون هناك مناسبات، حتى في مناسبة العيد ينبغي أن لا تكون هناك زيارات وأن تتم المعايدات عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. لا ينبغي أن تكون هناك مناسبات أعراس أو تعازي أو تجمعات كبيرة كما فعلت كل الدول. نحن لسنا بدعة في هذا العالم ولن نخترع العجلة من جديد. كل الدول فرضت الكمامات، لم تفرضها، ولكن باستجابة المواطن بشكل تلقائي واقتناع من المواطنين في كل العالم بضرورة ارتداء الكمامة لأنها توفر جزء كبير من الحماية. هذه لابد أن يلتزم بها المواطن، الحفاظ على مسافة وهي مسافة التباعد الاجتماعي المقدرة بين متر ونصف إلى مترين. أيضا ينبغي الالتزام بها في أماكن الازدحام، تجنب أماكن الازدحام بشكل عام إلا لضرورة. هذا جزء كبير من العمل الذي يجب أن يقوم به المواطن، وهو لا يكلف شيئا وسيساهم في محاصرة المرض والتخفيف عن العبء الذي يتحمله الآن الطاقم الطبي ومراكز العزل. نعم واضح جدا. وأيضا نقطة أخرى يعني إن شاء الله نرجع لك أستاذ عبد الله للتعليق عليها، وهي مسألة التوجه أيضا للتسجيل في منظومة الحملة الوطنية للتطعيم ضد فيروس كورونا. ناخذ بس أبو محمد من البيضة. السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. قلت لك يا أستاذي نشر العب وأنتم بخير يا أبو محمد. أهلا وسهلا بك كل سنة طيبين. أهلا وسهلا بك، تفضل يا أبو محمد. قلت لك بنحكي لك على ظروف العيد عندنا السنة، يعني نحن الوضع اللي صار المجلس النواب اللي لا ست جلسات
ما اعتمدش الميزانية. والعياد عندنا ب2000 و1800 و1500 والناس تاخذ 400 و500 جنيه والتعين الساعي يوصلوا أن يدروا لك في فك مصدق وما لي عارف إيش. بالله عليك عندهم تمزز النواب بشكل غير عندك إيش الشيء ما تحركش يطلع عليه المجموعات اللي هي ولسهم بك الفتنة منها تعبونا وصلونا للمواصيل لا تموين كويس لا خبزة الخبزة لا فرقات في جنيه لعندهم تسكتين عليهم. وشكرا كل سنة طيب. بارك الله فيك كل عام وانت بخير يا ابو محمد. المهدي من مرزق السلام عليكم. السلام عليكم. طيب نعود للاستاذ عبد الله الكبير ونختم معه ربما هذه الحلقه بموضوع ملف التطعيمات ضد فيروس كورونا. اذا كان عندك رساله تحب توجهها لمن يتابعنا الان. نعم، بالنسبة لموضوع التطعيم، التطعيمات أو التلقيح ضد وباء كورونا مهم جدا. والحقيقة أنني منذ أن تفشى هذا المرض وأنا أتابع كل التقارير الطبية وكل التصريحات وكل ما يتعلق بهذا المرض وأزعم أن لدي معلومة أو معلومات وافرة وحصيلة وافرة حول كل الجوانب التي تتعلق بهذا المرض. في موضوع التلقيح أقول أنه من المهم التلقيح، وكل اللقاحات الموجودة الآن باستثناء اللقاح الكوبي لا معلومات لدي عنه، لكن اللقاح الروسي، اللقاحات الأمريكية، اللقاح البريطاني، اللقاحات الشائعة كلها ذات فعالية في مواجهة هذا المرض، وأغلبها يحتاج الإنسان إلى زرعتين بينهما ما يقرب من 3 أسابيع أو 4 أسابيع بينهما مدة زمنية. اللقاحات فعالة جدا وعلى كل مواطن أن يذهب إلى أخذ اللقاحات. الإشاعات التي تقول أن هذه اللقاحات غير فعالة أو هي لتغيير الخارطة الجينية للإنسان هذه كلها شائعات. الحقيقة هي أن هذه اللقاحات حديثة. اللقاحات القديمة، اللقاحات الكلاسيكية التي عرفناها ضد شلل الأطفال وضد الجدري وضد غيرها من الأمراض، تلك اللقاحات كانت عبارة عن لقاح تقليدي هو الفيروس نفسه تم إضعافه أو تم قتله، يحقن به جسم الإنسان، والفيروس ضعيف لا يشكل خطر على الإنسان، لكنه يعطي فرصة للمناعة كي تكون أجسام مضادة. اللقاحات الحديثة الخاصة بفيروس كورونا هذه تم التلاعب بالجينة أو بالجينة الوراثية للفيروس بحيث لا يتكاثر، فقط هو نفس الفيروس تم إضعافه ولكن تم التلاعب بخريطته الجينية بحيث عندما يحقن به الإنسان لا يستطيع أن يتكاثر أو تكاثره لا يؤدي إلى أعراض التي نعرفها للمرض. لذلك التلقيح مهم والحكومة عليها أن تسارع بتوفير هذا اللقاح. أتذكر أن السيد حميد البيبة قال سنوفر لقاح كورونا بأي ثمن. نعم بأي ثمن، لابد من حماية أهلنا ولابد من توفير اللقاحات الممكنة لهم وخوض حملات واسعة من أجل تلقيح كل الناس وكل البالغين ثم بعد ذلك حتى الشباب وحتى الأطفال، لأنه اتضح أن السلالات الجديدة من هذا المرض مثل السلالة الهندية وسلالة أمريكا الجنوبية وهي الأكثر فتكا حتى الآن حسب المعلومات تنتشر حتى بين صغار السن. وليحفظ الله ليبيا وليحفظ الله الليبيين وليرفع الله عنا هذا الوباء. شكرا لك أستاذ عبد الله الكبير الكاتب الصحفي والمحلل السياسي كنت معي من لندن. مرة أخرى كل عام وأنت بخير وربي يتقبل منا ومنكم إن شاء الله وعقبال داير. شكرا أستاذ عبد الله. أشكركم أنتم مشاهدينا ومستمعينا الكرام على طيب المتابعة وأشكر كل من اتصل وشارك معنا في هذه الحلقة وكل من حاول الاتصال. إلى لقاء آخر تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
التناصح الفضائي. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة أهلا فافرحوا يا مؤمنين. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد ينشر التغريد. جاءنا البشر سرورا يطرق الباب بكورا فاح عودا وبخورا ينشر التغريد يملأ الحب سمانا سمانا مرحبا بمن أتانا أنت يا عيد هوانا فافرحوا يا مؤمنين. أقبل العيد وهلا والهنا في نتجلى يرسم البسمة.